أعزائي المشاهدين أو في قناة حنبال، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله، نستهل معكم هذا الفضاء الحر المباشر ليوم الأربعاء 16 جانفي 2013، وسعيد باستقبال ضيفي الأول في هذا البرنامج السيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. سيد رضا مرحبا بك. مرحبا، شكرا. أشين أحوال؟ حمدا كثيرا، الحمد لله رب. سيد رضا، شنو موقف حزب التحرير اليوم من أحراق مقام الولي الصالح سيدي بوسعيد الباجي، خاصة وأن تصريحك للصباح نيوز يقول بأنك تملك وثائق تكشف حقيقة ما جرى في زاوية سيدي بوسعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موقفنا من هذا الحرق أو سواه واضح وسابق للرأي العام، وقولنا هو مجرد تأكيد لشيء ثابت عند الجميع، أن حزب التحرير لا يتبنى العمل المادي بكل أنواعه ولا يدعو إليه، بل بالعكس يدينه، لأنه من ناحيتين: أولا في العمل السياسي لا يستقيم، وثانيا فيما يتعلق بأملاك الآخرين أو بوضعيات سابقة كهذه لا صبغة وراثية، هذا مرفوض وهذا معلوم. ونحن لسنا حزب التحرير في مقام أن يدفع عنه تهم تجاوزها وحقق لنفسه صورة من فضل الله، صورة التميز بالامتياز عند الرأي العام. أما تصريحي لصباح نيوز هذا المساء فالصيغة لم تكن دقيقة، وقد لاحقت الخبر واتصلت بالجهة الإعلامية التي أصدرته. أنا ليس من أسلوبي ولا من أسلوب حزب التحرير أن نسمي أشخاصا بذواتهم ولا جهات حزبية البتة. كل ما في الأمر قلت إن هذا العمل يبدو أنه سياسي أكثر منه إجرامي، لأنه تواتر ولم نجد فيه خبر اليقين، وهذه السلطة تحمل فيه المسؤولية أن في الأمور الحساسة هذه تترك الأمر مرتع للإشاعات والتأويلات، ولا في مسألة قدمتنا القول الفصل. ما تتعمل اللجنة؟ واللجنة تضيع، تتيه يعني في غياهب السؤال، يعني غياهب السياسة وغياهب الملفات، وهذا هي مسألة خطيرة. فسبقت الجانب السياسي على الجانب الإجرامي. قيل لي من؟ قلت هناك جهات وهناك قبائل سياسية استعملت هذه الكلمة مستفيدة من هذا الأمر. أما ذكر هذه الجهة أو تلك هذا الشخص، ليش مش تستفيد هذه القبائل؟ شنو استفادتها من ذلك؟ يعني ثم أمر الآن أصبح مستقر في تونس وواضح للعيان، ومن فضل الله الرأي العام سوى لنفسه خطوط عريضة أصبحت شبه باينة يبني عليها، أن ثم من يشتغل بلاك ووتر متاع سياسة، كما بلاك ووتر متاع عسكري، بمعنى يخلق وضعيات فيها الغموض، فيها التخويف إلى غير ذلك، وهذا عمل مخابرات بامتياز. عشنا برشا قضايا ظلت غامضة، العبدلية، السفارة الأمريكية، مسألة الروحية إلى غير ذلك، يعني من الأولى والصالحين بركة 14. نعم، هل لحد الآن لم يقدم لنا الخبر اليقين في مثل هذه المسألة؟ مثلا بعض الخرجات خرجوها السلفيين، قال لنا الرواية الرسمية أن وراها ناس يستغلوا في الوضع ميليشيات رجال أعمال وغيرهم، لكن أين هم؟ نسمع الكلام السياسي الذي روج الرأي العام ثم نجد النتيجة. إذن السلطة تتحمل مسؤولية هذا الغموض والتمادي في الغموض، وقلت وتركت الأمر في العموم. هناك من يريد الاستفادة من الوضع، والسلطة والحزب الموجود في السلطة يعني كأنه يريد أن يستفيد من هذا بأن يقدم نفسه يعني البديل الوسطي المعتدل الذي منه قد لا يكون مثل هذا الخطر المحدق ربما بالبلاد، هذا ربما يكون عنوانا. وهناك أطراف سياسية أخرى أيضا تخوف الشعب وتبين له أن الطرح الإسلامي مخيف ومرعب، وهم بالصورة متاعهم العلمانية يعني هم البديل، ويروجوا في أنفسهم الأمريكا وفرنسا، وهذا واضح العيان. إذن من هنا ومن هناك ثم غموض. نحن ندعو إلى أن السياسة تكون مسؤولية وأمانة، كفانا مهاترة، كواليس السياسة في تونس الآن أقوى من السياسة، ولذلك علينا أن نتجاوز هذا بالمصارحة والمكاشفة، وكل يتحمل مسؤولية خطابه. علاش استهداف الأولياء الصالحين بالذات حسب اعتقادك؟ والله مسألة حساسة لأن لها سبق، سيما وأنه اليوم نغزو السيدي بوسعيد الباجي على مقربة أمتار من القصر الرئاسي. نعم، بقرطاج. نعم، في المنطقة السيادية. نعم، نعم، وهذا السؤال يطرح السلطة، الإمام مراعي وهو مسؤول عن رعيته، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لم يوفر الناس أمانهم بأن لا يقع الحدث، أو إن وقع أن يتابعه ويعطينا النتيجة وتأخذ مجراها الطبيعي، فما مسؤوليته ها هنا؟ يعني فيترك، أصبح السياسيون والإعلاميون هم اللي يقوموا بالتحليل ويعطيوا في 10 دقائق موقف، ويحدوا الجاني ويحدوا التهمة ويحدوا حتى العقوبة، وهذا خطر. إذا نحن نشير إلى هذه الأمور الخطيرة وندعو السلطة إن كانت قادرة
فعلا على الحكم، معناها بأن تقوم بمسؤوليتها في هذا الجانب تحديدا اللي هو معناها أمان الناس ومعناها رعاية شؤونها. الدولة أيضا تقوم بواجبها تجاه الأحزاب أيضا، باعتبار أنه يوم الجمعة الماضي حزب التحرير ينظم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي بالرغم من عدم حصوله على ترخيص. فهل حزب التحرير لا ما يستعرفش بالقوانين ومؤسسات الدولة بوزارة الداخلية، وبالتالي فهو يشجع على الفوضى وعلى دولة اللا قانون؟ ده كان ولا يتصرف كما هكا باهي سيسعينا شوية. لا أنا قلت سؤال رأو لأن من فضل الله سبحانه وتعالى هذه الخرجة والوقفة اللي قام بها الحزب بكل مسؤولية وبكل منها مصداقية، هذا ما معلوم عند حزب التحرير. من فضل الله قلت الصورة ثابتة الآن عند الرأي العام وهي مكسب لنا، ترخيص حصلنا عنه عليه، كان ثم مؤاخذة المرلولة أو ملاحظة طلب قبل شفاهيا، ولكن قيل لنا هناك من سبق إلى هذه المساحة وقتها سبع أيام وسبع ليالي بالتمام والكمال، فنسق معهم حتى لا يقع تدافع، فظل الأمر في ذلك التنسيق. وفيما بعد الأمن وافق موافقة تامة وكتابية، وبالعكس الأمن شهد بأننا كنا على درجة عالية من الانضباط تعتبر درسا في الخروج الجماهيري والأعمال السياسية في الشارع، بالفعل درس في غاية الانضباط والجدية، وشهد بذلك الأمن وحدثونا في ذلك وانبهروا، وكل من كان حضر لم تقف سيارة واحدة رغم أن المنطقة حساسة تعرف باردو. بالعكس إذا لم نقم مضادة ولا مغالبة، وإن قمنا به في وضعية طبيعية، والإيجابي فيه هو المساج الرسالة التي بلغناها للرأي العام من تلك الوقفة. سيريدا صرحت أيضا هذا تصريحك إن ما يجري داخل الغرف المغلقة بالتأسيسي هو سطو على الثورة التي كان من الممكن فيها إجراء دستور إسلامي، معنى ممكن داخل هذه القبة، من الممكن كان داخل هذه القبة إجراء دستور إسلامي بدلا من دستور توافق وإرضاء بإملاءات غربية، وأن ما يقوم به المجلس التأسيسي جرم يرتقي إلى درجة الخيانة والعدوان على الشعب التونسي. السؤال الأول، اللي في التأسيس اليوم موجودين انتخبهم الشعب ولا لا؟ هذه حاجة. اثنين، اللي ثاروا ضد النظام البائد والنظام السابق، هل ثاروا من أجل الكرامة والحرية أم من أجل دستور إسلامي حسب اعتقادك؟ نعم، اليوم الأسئلة المطروحة في الساحة يجب أن تكون أسئلة بالفعل من الحجم الثقيل، لأن الأجوبة يجب أن تكون أيضا عميقة وذات جذور، وهذا سؤال طيب. نقول أن الثورة لحد الآن كل يعطيها صفة وعنوان أن كان مجرد مطالبة بشغل وكرامة إلى غير ذلك، لا، الثورات تقرأ في سياقها الحضاري. اليوم هذا الذي طبق على الأمة وتونس تحديدا غير مرضي عنه، الناس دفعوه بكل قوة وبكل شدة وقالوا الشعب يريد إسقاط النظام بمفهوم من في الحكم، بمفهوم لسيستام المنظومة كاملة، بدليل وقع تجميل الدستور ثم الحديث عن تأسيس. تأسيس بمعنى السابق كان كله يعني فاسد أو باطل أو عليه هاتين الشبهتين على الأقل حتى عند من يتبنى الطرح العلماني. فإذا به لاحظوا أن العمل في المجلس التأسيسي بكله يسترجع القديم بعناوين جديدة، إذا يفصل الدين عن الحياة ويستعلي عليه، في حين الدين معلوم عند الجميع أنه ينبثق منه ما يكفي للتشريع ويحق الرعاية والكفاية للناس. هذا لم ينظر إليه من أول يوم، قالوا رجعية وقالوا فتنة، كلمتان هذوما سجلناهم في التاريخ في الوقفة متاعنا، وسنحاسب عليهم كل من قال في ذمة الشريعة هاتين الكلمتين، وبش يقدم بديل عنهم الظنك والشدة والبأس لهذا الشعب اللي ذاق من فصل الدين حياة الأمرين، لا حق له إشباع، لا حق له أمن، لا حق له حتى شيء مما يستقيم ويتسمى بعد ويترجم واسمه كرامة. إذا أين الكرامة؟ تقصد في شكون؟ في النظامين، البرقيبي وبن علي. نعم، نحن فقنا بفضيحة كبرى وبخديعة كبرى، ومن مكاسب الثورة أن خلاتنا بالفعل أهم شيء نفيق بأن الأمر كان بالفعل مخالف لطبيعة الأمة خلينا نرجع ولطبيعة التاريخ ولطبيعة الدين الذي نتبنى وهو الإسلام. نرجع للتو اليوم إذا كان قيل تأسيس، احنا مناش أمة من فراغ، الأمة هذه عندها مخزون روحي وتشريعي وفكري رائع جدا مشهود له في العالم أجمع. كيف تؤسس شيء وأنت لا تنظر إلى ما بين يديك كأمة يعني أنتجت هذا الإبداع الفقهي والتشريعي؟ هذا يضرب بعرض الحائط ثم نبحث عن توافق بين من ومن، صيغة التوافق
بين أقليات، حتى بنسبة الانتخابات أقل من أقلية. عملية ترضية على حساب الناس اللي هم في مجملهم يريدون الإسلام، في مجملهم الأعم لا يناكفون ولا ينازعون في الطرح الإسلامي. الأغلبية شكون في المجلس التأسيسي اليوم؟ الأغلبية هي حركة النهضة. حركة النهضة واضح. والناس حين انتخبوها انتخبوها بصفة سابقة عندهم، وهي كونها يعني اعتقلت على ووقع أذى على الصفة الإسلامية، فلذلك كان الشعب ينتظر أن الوضع يكون على غير ما هو عليه اليوم. تنكرت لوعودها حركة النهضة. والله تتحمل مسؤوليتها، الرأي العام قاعد يسأل فيها، والخرجات اللي في الشارع كما هذه هي محاسبة، ومن حق الناس تحاسب. اليوم هالأمة هذه ما هيش أمة متوسلة ولا متسولة عند المدارس القانونية الغربية باش يحطوا لها قوانين. لماذا قلت عدوان؟ سيتحكم في أعراضنا، في أموالنا، في أرزاقنا، في عائلاتنا، في العلاقات العامة متاعنا، كله بيشكون بتشريع غير إسلامي، ومن ثم كل ما يترتب عليه من جرائم أو من ضياع حقوق نحن نحمل مسؤوليته للمجلس التأسيسي ولكل فرد فيه، لأنه عملية تشريع، والتشريع وتحكم، تحكم، وأكثر من هذا في الدستور هو أم القوانين. إذن نحن الآن أمام مفترق حساس جدا، فليتحمل كل مسؤوليته. ونحن وقفنا تلك الوقفة، رشمنا رشمة في التاريخ، قلنا هالأمة راه ما تعدتش عليها، راهي فائقة، راهي فيها وعي سياسي، واللي تعملوا فيه راهو ضد التاريخ، لأنه الثورة أعطتنا فرصة ضيعتوها، ضد الأمة لأن الأمة هذه عزيزة ومش قطعة حبل جبوات، وضد الدين لأن الإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام بشهادة كل من يعرف الإسلام من داخله. كلامك الكل يحيني باش نسألك، فيما تلتقون وفيما تختلفون مع حركة النهضة كحزب تحرير التوم؟ والله نحن لا نعرف أنفسنا بمغايرة الآخرين، نعرف أنفسنا برسم الخط المستقيم عند الخط الأعوج. بمعنى نحن من نحن؟ حزب التحرير عنده هويته الفكرية والسياسية المشهود لها بدرجة عالية من التفصيل والانضباط، يعني نقول ونعني ما نقول، ولا نقول ثم نؤول ما نقول، يعني نتحمل مسؤوليتنا في القول وفي الفعل، وهذا معروف عن مادية حزب التحرير المطمئنة اللي تخلي الرأي العام الآن يعني حقيقة يخجلنا على أنفسنا بالتأييد والحظوة التي يعطينا إياه. لذلك النهضة تحمس وليتها، قالت قامت بمراجعات، قامت بتفسيرات جديدة، التزامات عليها، غير ذلك تحمل مسؤوليتها قدام الرأي العام، ولكن الصحوة الإسلامية واعية وتسأل وتتابع، وهذا واجبها. أنتم وقفتوا قدام مجلس الوطني التأسيسي تطالبون بتطبيق الشريعة في الدستور، أو الشريعة هي الدستور من صحة هي محاسبة على وضع. نحن حزب سياسي، والحزب السياسي الذي لا يخوض في الشأن العام يعني هو سيصبح حركة دعوية أو تبشيرية. أبرز المطالب اللي طلبتوا بها أمام المجلس الوطني التأسيسي قيل تأسيس. تأسيس قلنا حين يتؤسس أمة، وهذا في الدساتير بصفة عامة، احنا نشوفه في فرنسا مثلا كيتأسس دستور بعد الثورة، وبعده قال انقلب عليه في ذمة فرنسا، توا من الثورة الفرنسية الآن 15 دستور ويقع في بطيء. دائما الدستور ما يلقاش وضعية الاستقرار لأنه غير مرضي عنه، مش منبثق من عقيدة معينة تخليه فوق الناس بكل. احنا عندنا هذا في الإسلام، عندنا العقيدة الإسلامية مرضي عنها قرن عن قرن وجيل عن جيل، بالتالي دورنا أن نفرعه ونأصله ونفصله ما يكفينا، ويحقق الرفاه للناس ويحقق لهم الخير. الناس جاعت، الناس تعبت، الناس تشتت، أمتنا ولات معنا 56 كيان أشبه ما يكون يعني بالأقفاص، ما قدمونا حتى مردود. قضية الفلسطينية تباعت، أوضاعنا الاقتصادية يعلمها الجميع، التعليم لم ينتج شخصيات قوية ولا فعل. نحن أمام بالحق يعني فضيحة حضرية. أنا نقول الآن قربوا أكثر نظرتكم للمواطن، هذا هو أكثر. هذا يلزمنا احنا اليوم عندنا بديل اقتصادي مثلا باش ننزلوا به للناس، قاعدين نصيغهم في صياغات مبسطة للناس، مش نبدأ نضغط المناطق حتى الشعبية والمناطق من الداخلية، مش نبينوا أنه راهو في إسلامهم العزيز ما يحق لهم الكفاية، وما يجعلهم بالحق لا يجوعون لأن الجوع جريمة، لا يفقرون لأن الفقر يعني بالفعل جريمة، يجعلهم بالفعل يبحثوا على ما فوق ذلك وهو الإبداع، لأن أزمات الناس فوق التفاوض وفوق التأجيل. واليوم يقولون الخماسية القادمة ولست أدري، جوع الناس كما قلت يعني في ندوة صحفية كالزلزال، حالة تقتضي الطوارئ، والطوارئ ما فيهش تأخر. الجائع ما تقولوش اصبر على جوعك، هو عليك حق، عنده حق عليك. اليوم هذه الأسئلة متاع الثورة الحقيقية، أنه الناس تحب تعيش بالإسلام وتحقق الرعاية، مش نعملوا دستور إسلامي ما عاش نجوع. أكيد دستورنا الإسلامي ليعلم الجميع أنه دستور مصوغ صياغة تشريعية ساعة قانونية منضبطة. هيك علاش قلت قرب للمشاهد. نعم، مش مصر. بالصياغات الأدبية الموجودة في الدستور هذا، شفت برشا بعض الصياغ أقرب منها إلى أقرب إلى الأدب، فضفاضة، لعلها مقصودة باش تترك ثغرات بعد التأويل، لأنه تعرف النص القانوني الفخاخ فيه في الألفاظ،
وفي الصيغ، وهذه مشكلة. والاستثناءات إلا إلا إلا، وإذا كثرت الاستثناءات سقط المبدأ، هذه قاعدة قانونية. لقيت جماعة الاستثناءات نلقاها كثيرة وهي ثغرات، كما يقول لك مثال مش تعمل الجماعات المسلحة إلا إذا كان وفق قانون أو معاهدات دولية. هذه بلاك واتر بشوية تخدم في البلاد، تدخل تقول لك أني نقاوم في الإرهاب، تفضل كل شركة أمنية تفضل البلاد. هذه كل الثغرات اللي يخدم عليها منها. ولذلك احنا في الدستور الإسلامي يحاسبونا بالإسلام، ويحدد للناس بالفعل كيفاش الأحكام الشرعية هي تدخل في خصوصياته اليومية وتحقق له الرعاية والكفاية والرفاه. وهذا ميسر لو سامبل دو سامبليفي، هات نبسطوها للعباد. راهو إسلامكم لو قرب لكم كفهم ثم كتطبيق، والله الناس بكل تلقى فيه خيريتها، ونحق ما نحن بصدده بعد الثورة. نحق ما نحن بصدده بعد الثورة. حادثة الاعتداء على الخلدونية، تعليقك عليها. والله المسألة فيها إشكال، من حيث أن الخلدونية فيما علمت حسب وجهة نظر سي العبيدي والجماعة القائمين على الزيتونة أنها وقف إسلامي كان تابع الزيتونة، وبرشا يعني تعرف الوقف الإسلامي بمليارات المليارات، يعني كان تابع جامعة الزيتونة، قاع إلغائها وإلحاقها بالدولة معروف في عهد بورقيبة. وفي حين هي الوقف هو صدقة جارية، اللي حطوا أعطاه صدقة جارية، معروف في الإسلام صدقة جارية. هل تدين الاعتداء صراحة؟ نعم. شو دين يعني العمل الأصل فيه حتى استرجاع ما هو حق لك لازم يكون بالطريقة الشرعية. فعندي حق أني سنفك الفلوس، لو كان استرجعها بالعنف نولي ما عادش عندي حق. واضح أكيد، لكن المسألة هي في الإجراء. نعم. موقفك من رابطات حماية الثورة؟ والله قلناها أكثر من مرة، الثورة هذه لازم يبقى نبضها في الشارع الساعة، هذا متفق عليه، هذا رأينا. لابد أن يظل الجناح وخفاق متمثل في الشباب، متمثل في هيئات وجماعات، فليكن يخلوها الثورة ما تصبح صيغة إدارية. حتى إذا كان ولت أمور إدارية متاع اليومي لكوتيديان فقط، تولي بالفعل قابلة للتدجين، وهذه نقطة هامة. الثورات هي أجيال اثنين، لكن وقت باش تقوم بعمل كما هذا يزم عنوانك يكون واضح، أنت باش تشتغل على قضايا أم باش تشتغل على ولاءات للسلطة ومواقف السلطة. المواقف سياسة، هي علاش تشتغل تو هي ثم جانب فيه أظهر أنه إيجابي، معناها محاولة، معناها محاسبة الفاسدين، منظومة الباطل القديمة إيجابي، هذا الناس الكل تحبه، أنه تدخل الخارجي معناها بغيض في الحياة السياسية. وعلاش كلهم علاش الأغلبية الأحزاب بتحبه ولا تنادي بحل رابطات حماية الثورة؟ لكن ثم نعم ثم علاش؟ لأنه يصوروا فيها بطبيعة الحال بقراءتهم أنها جناح غير معلن للحزب الحاكم الآن، لكن هذا ايضا ما يسمح لهمش باش يقولوا الغاء وما ذلك ويدخلوا في سياق. لكن الجناح الغير المعنى للحزب الحاكم ينجم يكون متواجد، ما ثماش اشكاليه، ما اشكاليه طالما لم يتورط حلها يعني. ولذلك انا سمعت البارح كلام من واحد السياسيه على في قناه تدعو بشكل هكا كالح وقوي انه بد من غاها ولابد وهي اولويه الاولويات وما الى ذلك، هذا كلام خطير. محاسبتها على اعمالها او ما الى ذلك باش يجيو اليوم نرجعوا أنه كل شيء يتحاسب وفق قوانين منضبطة، وبالتالي ما عاد ثم شارع يتحرك إلا برخصة، إلا ببونو، إلا وكذا. إذن في النهاية يولي تحت الوصاية. إحنا الشارع نقولوش مش يكون تحت الوصاية. الشارع أيضا يتطنى في التحوير الوزاري، قراءتك لتأخير هذا الإعلان عن التحوير الوزاري سيدي؟ والله إحنا المسألة بالنسبة إلينا هي منظومة حكم أكثر منها، يعني من يحكم أو المواقع اللي يأخذها. يبدل وزير كما سمعت بعض الوزراء باش يتبادلوا المواقع، كان وزير كذا باش يولي كذا ولا ياخذ بلاصته، كلام فارغ. إذا القضية ليست ترضية، إدخال بعض الأطراف ربما اللي بيناتهم معاهم مشاكسات في الحكومة، ربما هذا المقصود. وحزب التحرير هو مع الإبقاء على وزارة السيادة أم لا؟ إحنا لا ندخل في هذا الموضوع، لا تعنينا. بالنسبة إلينا خذا سلطة، إحنا له منها خصيم ومحاسب في انتظار أن نحقق وضعية الرشد المطلوبة. أما أن منها ندخل في هذه الجزئية أو تلك، نكون جزء من المنظومة ونولي يعني جزء من البيزل، وهذا ماهوش حزب التحرير. واضح. رأيك في العقد الاجتماعي اللي تم الإمضاء عليه يوم الاثنين الماضي ما بين أطراف ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل، نعم، والاتحاد الصناعة والتجارة والحكومة؟ نعم. والله العقد هذا خرجونا به مرة عقد جمهوري للحياة السياسية كاملة، وبرس السياسيين اشتغلوا عليه، في خطورة كما في إيجابية. خطورته هو أنه يستولي على المنظومة بدعوى أنه منها يؤطره، فيولي كل شيء يعناها عنده قصد واحد، في حين الحياة السياسية أوسع من أن يقع تأطيرها. لكن في الحالة هذه اليوم يبدو أنه ثم توافق نحو اقتسام السلطة.
ثم ضغط دولي خارجي أنه نخرج من حالة التدافع إلى حالة التوافق، لأن فسر لي هذه تسركت معناه مثلا وضح. احنا عندنا وقلتها مرة في الإعلام، وقعت مشاكسات كبيرة بين النهضة ونداء تونس في فترة، وثم جهة خارجية دخلت هالمشاكسة تفيدها، لكن إلى حد ما أن حاجتها بطرف علماني في السلطة يكون قوي، وحاجتها بطرف بين ظفرين الجهة يعني الخارجية هذه. نعم اللي هي يريدون اللي هي لأنهم شكون؟ لا يريدون شكون من 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 بلدان شكون يا الجهة الخارجية؟ الجهات الخارجية اللي تشتغل على تونس الآن ثلاثة معروفة، اللي هي فرنسا وأمريكا وبريطانيا. فرنسا وأمريكا وبريطانيا، هذا واضح وجلي جدا للسياسي، ونجم نفرك الرومانة بالكدا. لكن فرق المقام، لا المقام موجود والمجال مفتوح. فرق أنت نسمعك، نحب نسمعك في المجال. إحنا اليوم إذا ثورتنا ولات مباركات خارجية، ونأكد حتى كلمة توافق راهي خطيرة، ظهرها إيجابي لكن حقيقة تخطي، لأنه توافق وفق ماذا؟ موش مفاهيم، وفق يعني ترضيات، وفق تبادل مصالح. تسكت لي عن ملف نعطيك كذا، يحسوا الناس أنه ثم كواليس، فيلقوا زوز خصوم، هو ديجا خذا موقف جاء مع واحد منهم ضد الآخر، يلقاهم غدوة في التلفزة يقولوا متوافقين، يخسروا في اليوم. توا سيري ذا كان خلينا هكا وقلنا التناحر لومه، وكان قلنا التوافق تولي فما أجندات خارجية هي اللي تحب تدز للتوافق أو تلز للتوافق. وضح لنا الصورة. التوافق أخي ما يكونش على حساب المبادئ، التوافق يكون في اختلاف في قراءة وضع، في إجراء. معناها أنت تشوف توافق في الأفق بين حركة النهضة ونداء تونس بين أنه لا لا تشوف أنت قلت عن المصالح، لا لا تشوف الأفق توافق بين نداء تونس وحركة النهضة. والله حسب احنا قلناها قبل، واليوم جات مؤيدات أخرى لي تصريح منها السياسي، قالوا الأستاذ رشيد الغنوشي أنه لا استثني، قبل كانوا يستثنوهم حتى في البلاتو وفي الاعلام والخروج معهم، يعتبرهم ليسوا طرف سياسي الى غير ذلك. اليوم تحس انه الباب تحل، وبارك وحتى قياديين من نداء تونس هذا الامر. يعني المرحله القادمه باش تكون مرحله توافق ما قبل الانتخابات، باش تصبح الانتخابات هي تحقيق فقط شكلي لشيء وقع اعداده وقسمه، يعني حسب ما يروها هما تحقق مصالح الجميع. يعني قلت التوافق ما يكونش معناها نتوافقوا على القضايا المصيرية والمبدئية، معناها نحطوا الإسلام في الدستور ونحطوش، هذه مش للتوافق. أنا مش نرضي طرف باش ما يغضبش ويعمل لي مشاكل في الشارع، نقول الشريعة فتنة، هذا مش توافق. هذا توافق يمكن باش نعملوا برنامج نقدموه على برنامج نعطيه في نحطه في الميزانية هذه باعتبارها أولى بحكم يعني ضغط الوقت أو ما إلى ذلك. هنا ثم حديث والخبراء وغيرهم السياسة يتحدثوا فيه، أما أن يكون على حساب المبدأ، ولا سيما الطرح الإسلامي للآن لا يكاد يحضر في الحياة السياسية حقيقة، ظلم شديد الطرح الإسلامي لا وجود له أصلا. نحن من فضل الله صدعنا بالحق وخرجنا، وكنا ثم إرادة في الأمة إسلامية وإسلامية بحتة. واضح. نعطيك الكلمة الحرة في الفضاء الحر بعجالة، شو تقول سيدة؟ والله نقول اللي أشرت له قبيلة، ثم بلوكوتر، ثم منها ما عكر على وزن ما معروف يعني في الجانب العسكري قاعد يخدم في البلاد. احنا نقولوا للناس وللرأي العام حاسبوا واشتدوا في الحساب، لكن دون وقوع بثبت حال في الفوضى والفتنة، لأنه يقظت أبنائنا الشعب وخاصة الشباب والناس الواعيين والمثقفين، هي الحامي والحارس الأمين لهذه الثورة اللي يلزمها تقول مآل طبيعي إلى النتيجة الطبيعية، أمة تسترد مفتوكة منها وهو الإسلام، هذا الإسلام العزيز اللي حقق بالفعل الرعاية والكفاية والرفاه للجميع. شكرا لك سيد رضا بالحاجة الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، بارك الله فيك. شكرا، إن شاء الله ما نكونوش قلقناك في بعض الأسئلة. لا بالعكس، يعطيك الصحة. خير الأسئلة ما كان دقيقا وكان. شكرا لك مرة أخرى، يعطيك الصحة. شكرا رضا. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذا الفضاء الحر المباشر بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر، ويحضر معايا السيد حمادي بن سدرين الرئيس الأسبق للاتحاد التونسي للصناعة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومرشح إن شاء الله في المؤتمر اللي باش ينعقد غدوة. ويحضر معنا أيضا السيد علي بن مبارك عضو الهيئة الانتقالية لمنظمة الأعراف. أهلا بكما، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سي حمادي، غدوة ينعقد مؤتمر منظمة الأعراف بعد عامين ممكن من التجاذبات ومن المكتب التنفيذي الانتقالي اللي كان ثم العديد من
يعني الأسئلة التي تطرح بعلامة استفهام كبرى حول العمل باعتبار ما وقع في صفاقس وفي بعض الجهات، وأخيرا حسم الأمر وسينعقد المؤتمر غدوة. الحمد لله. شكون المترشحين الساعة لهالمؤتمر؟ عندك شي فكرة؟ اسمح لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر الأخ العربي نصرة وكل إطارات وفنيين قناة حنا باعل لاعتنائكم بالاقتصاد التونسي بصفة عامة واتحاد صناعة التجارة والصناعة التقليدية بصفة خاصة. بارك الله فيك. اسمح لي نقول أعليش أنا بعد 20 سنة عمل في الاتحاد وسني متقدم بالنسبة لل70% من الشباب اللي وقع إدماجهم في الهيكل الاتحاد. أولا لأني لميت رصيد من المصداقية في 20 سنة هذه، لميت رصيد من الثقة في 20 سنة هذه، لميت خبرة، ونحب نوضع المصداقية والثقة والخبرة في خدمة الشباب اللي داخل، لأنه الشباب يحتاج إلى من يؤطره، والتأطير ضروري خاصة لما نتحمل مسؤوليات على مستوى رئيس غرفة وطنية أو رئيس جامعة أو رئيس اتحاد جهوي. ولكن أنا مانيش وحدي، أنا فريق العمل اللي مترشح غدوة في قائمتي شباب، كله شباب. وهذا علاش أنا حريص كل الحرص على مواصلة المسؤولية على رأس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. واضح. سي علي، شنو هي خصوصيات هذا المؤتمر اللي أنت أكيد قاعد من أحد الأعضاء اللي تحضروا لهذا المؤتمر وتعدوا لهذا المؤتمر، شنو هي خاصية هذا المؤتمر على غرار المؤتمرات السابقة؟ والله المؤتمر هذا متميز بأتم معنى الكلمة، فيه خاصية أساسية اللي هي الشفافية التامة، والمنتظر منه أنه يكون مؤتمر في جو من الانتخابات الحرة فعليا واللي ما فيها حتى شيء مسبق. يعني في السابق الاتحاد كان فيه الكثير من الإنجازات، خدم، كانوا فيه رجال أعمال أكفاء خدموا أداوا دور كبير، ولكن النقائص اللي كانت تعيب شوية الاتحاد في الفترة السابقة هي عدم وجود انتخابات حرة. القوائم كانت تكون معروفة والأسماء معروفة وجاهزة تقريبا قبل المؤتمر، كان المكتب معروف والرئيس معروف. المؤتمر هذا ما ثم حتى شيء معروف مسبق، معناه ما نصورش أنه ثم تبين. وهذا الإيجابي أولا وقبل كل شيء. إيجابي جدا. أول شيء أنه ما في حتى شيء معروف مسبقا، حتى حد ما ينجم يتكهن بالنتائج اللي باش تتمخذ على مؤتمر غدوة. هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أنه صار في المؤتمر هذا ما يسمى بإدراج أحكام انتقالية. الأحكام الانتقالية هذه مكنت العديد من الشرائح الموجودة في عائلة الاتحاد اللي هي مختلفة، مهن وصناعيين وحرفيين وممارسين في الصناعة التقليدية. هذم برشا شباب كانوا بعاد، اليوم يلقاو رواحهم من الممكن انه يترشحوا، لانه كان في ما يسمى او سماوه هما ربما اقصاء منه شروط وجود اقدميه على الاقل ب5 سنوات في ممارسه مسؤوليه نقابيه، يعني رئيس غرفه او رئيس هيكل او تشكيله من تشكيلات الاتحاد. فاليوم جميع ما كان يسمى باجراءات اقصائيه الكل تم الاستغناء عنه. اللي يعني اولا وقبل كل شيء في هذا المؤتمر واللي يعني رجل الاعمال داخل هذه المنظمه هو البرامج المستقبليه. سي حمادي، شنو برامجك المستقبليه والله بالنسبه للاتحاد السنوي؟ بارك الله فيك. وهذا علاش احنا مترشحين في الحقيقه، لان نظرتنا نظره مستقبليه، ما نحبش نرجع الى الوراء، نحب ننظر نظره نتاع 5 سنوات الى الامام. أول شيء سنقوم به إذا كانت متعنا بثقة زملائنا هو الوفاق. سنعمل من أجل الوفاق، سنعمل من أجل أن نستوعب كل النقابيين ولننسى التجاذبات الماضية أولا. ثم ثانيا سنعطي لهيكلنا الاتحادات الجهوية والاتحادات المحلية القوة الضرورية ليصبحوا ذو دور هام في الولايه. باش نقوه؟ باش اولا لا مركزيه القرار،
استقلالية تامة للرئيس الاتحاد الجهوي، رئيس الاتحاد المحلي، التعامل المباشر مع سيد الوالي في المنطقة، والمشاركة في نشاط الولاية مباشرة، حيث يصبح ممثل الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في الولاية هو الفاعل الأول جنبا لجنب مع سيد الوالي. ثانيا، سنعمل من أجل تكريس الثقافة النقابية اللي فقدناها الحقيقة، فقدت ثقافة النقابة، نقابة العرف بطبيعة الحال، وسنعمل من أجل المساندة. ونعطيك مثال، إذا كان حلاق في بنزرت عنده مشكلة، الحلاق اللي في تطاوين يجاوب معاه ويرفض ويساعده على فضل مشاكله. ثالثا، سوف نعتني اعتناء خاص بالمهن الصغرى اللي من سوء الحظ نسيناها. المهن الصغرى تحتاج إلينا. أعطيك أمثلة، إلى يومنا هذا سعر القهوة في الأحياء المتواضعة سعر مقرر من طرف وزارة التجارة، ونفس القهوة اللي تستهلكها في شوارع المدن الكبرى حرة. ثانيا، الحلاق اللي يعمل ليلا ونهارا باش يجلب لنفسه أكثر ما يمكن من حرفاء ما عندوش حق تجاري، ما عندوش حق في الأصل التجاري. رياض الأطفال يخرج قانون من الوزارة يمكن الشباب الأبناء من الدخول إلى المدرسة في السنة الخامسة، خسروا عام إلى آخره. هذا هام مهم جدا. سنعتني أيضا بقطاع البناء والأشغال العمومية اللي شاغل 700,000 موطن شغل في تونس. والشيء الهام اللي باش نقوله اليوم، وأعتقد أنه هام مهم جدا وهذا سيرضي كل النقابيين في الاتحاد، هو أننا سنبعث شركة تأمين خدمة ل 125,000 سيارة بين قطاع التاكسي فردي، تاكسي جماعي، نقل ريفي، لواج، مدرسة سياقة، شاحنات، حافلات إلى آخره. سمعت ما عندهم شركة تأمين. ميتويل تخدم لصالحهم وتساعدهم وتمكنهم من تعرفة تفضلية والخلاص بالتقسيط. لأني لما كنت رئيس جامعة مدة 10 سنوات، أنا رئيس جامعة، قاسينا الأمرين من الزيادات في التعرفة من سنة إلى أخرى. ومشروع الأخير اللي نحب نقول عليه، سمحني، علاش كان على قطاع السيارات الأجرة والتاكسي؟ على خاطر يمكن أنا قلبي على اليسار وأنا عندي عطف خاص على ضعفاء الحال، وأنا يساري، ولكن يساري حتى الحرفيين الصغار ضعفاء الحال، ولا إذا كان لأنه السيارات الأجرة بصفة خاصة كما يحكي سي حمادي عندهم مشاكل كبيرة في التأمين، لأنه يعني شركات التأمين ترفض التأمين متاعهم أو تأمن لهم بشروط مجحفة جدا ما يقدروش عليها. ففي ثب حاجة أكيدة أنه يتم. نحب نواصل في نفس السياق متاع سي حمادي. بالنسبة للبرنامج نحب نقول راه عكس ما يمكن أنه مسوق له، أو في الاتحاد تم عائلة. البرنامج اللي يصدر عن الاتحاد في الفترة الأخيرة هو برنامج متبنيه أو متبنيته العائلة متاع الاتحاد كلها. ما اللي تكتب في الصحافة أخيرا حول الأفاق متاع الأفاق الاقتصادية لتونس 2020 هو برنامج الاتحاد وبرنامج خدمة عليه وتبنيته كل الأطراف المكونة للاتحاد. هذاك علاش الجزء اللي يحكى عليه سي حمادي هو الإضافة متاع الفريق في ربما في أشياء نقابية أو تهم بعض القطاعات اللي لازمها خبرة متاع الناس اللي مارستها، سواء كما كان يحكي سي حمادي رئيس جامعة أو الناس اللي مارست المهنة بالدفاع. أفاق البرنامج اللي متروح للأفاق الاقتصادية لتونس 2020 هو برنامج للاتحاد، الناس كل متبنيته، والفريق اللي بيش يوصل غضوة بيش يواصل في نفس الاتجاه هذا. حب نكمل في موضوع البرامج. البرامج اليوم متروحة وهي يمكن تكون الرهان الكبير اللي ينتظر الفريق اللي بيش ينبثق عليه مؤتمر 15، اللي بالمناسبة هو مؤتمر أيضا يتزامن مع عيد ميلاد الاتحاد 65 تقريبا، يعني سن أكثر من النضج. فغدوة من المهام اللي تنتظر أو الرهان اللي ينتظر الفريق هو
المساهمة الفعالة في الدراسات، في الدراسات الاقتصادية، في الدراسات اللي تهم الخروج من تونس من الوضع الاقتصادي، لأنها هذه اليوم المعاناة اليومية أو الخبز اليومي لأصحاب المؤسسات في تونس، سواء كانوا في قطاع الصناعة أو في القطاعات الأخرى. يعني المعاناة هذه موزعة حسب طبعا حسب القطاع، لكن موزعة على جميع القطاعات. وأهم دور للاتحاد في البرنامج المستقبلي هو إعداد الدراسات والنظرة المستقبلية اللي ممكن تخرج بالاقتصاد التونسي والوضع الاقتصادي من الوضعية الحالية. كنت اسمعها، نحب نضيف تكمل البرنامج. سنبعث بنك أعمال خدمة لضعفاء الحال، لأن لو شاهدنا أن الحصول على قروض من طرف البنوك اليوم يطلب ضمانات، والناس هذوما ما عندهمش ضمانات. كيفاش تصوركم البنك الأعمال، رجال الأعمال اللي في الاتكاء هم يمولوا هذا البنك، ومشاركة النقابيين في الاتحاد يبعثوا بنك دفاري 3 مليون دينار هذا فارغة معناها، ولكن في خدمة كما بنك مش لازم نسميه اللي يعطي 9000 دينار ماكسيموم ويرجع في 9 شهور، ما فيش مخاطرة، وهذا يتماشى مع رغبة الفائض. حب إضافة، عندنا فكرة درسناها مع بعضنا أنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يكون مدرسة متاع ملحق تجاري، لأن الملحق التجاري هو موظف اليوم، مش معقول يجب يكون يعرف منتوج البلاد ومنتوج البلاد اللي هو عايش فيه في الخارج، ويتعامل مع الطرفين لدعم التصدير التونسي والتوريد التونسي. وهذا هام جدا، لو كان نوصل يوم من الأيام الملحق التجاري يكون خارج من اتحاد الصناعة والتجارة أو متكون في اتحاد الصناعة والتجارة، أنا على يقين أن سنحسن معناها دور الملحق التجاري وسنعيش إنتاجية التصدير في تونس. آخر بند لو سمحت. احنا في اتحاد صناعة وتجارة اليوم نفتقر الى كفاءات عالية. انا افكر في انسان عمل كثيرا وطويلا في تونس من اجل دعم الاستثمار المباشر الخارجي اللي نحن في حاجة اليه. هذا الشخص هذايا لو دخل الاتحاد كمستشار لقام دور هام جدا. شخص ثاني اللي دمه الصناعة التونسية، خليني نقول بشهار سينوري جميني ولا سي عفيف الشلبي، ما نجمش أنا اتحاد صناعة وتجارة نستغني عليهم. هذم كفاءات عالية. سي سليم التلاتلي في السياحة يغير لك السياحة، يغير وجه السياحة. هذم كفاءات اللي ممكن يلتجي لهم اتحاد صناعة وتجارة بالوجه الجديد اللي أنا نتمناه. إن شاء الله بالفعل نتمنى وجه جديد في اتحاد الصناعات التجارة والصناعة التقليدية. نعطيكم كلمة الختام قبل ما نختم معكم، تفضل سي علي. والله أنا نحب نوجه نداء للأخوة المؤتمرين، غدا باش تحملوا مسؤولية كبيرة. الاتحاد كما قلت الاتحاد معناها تاريخه كبير. الاتحاد حتى في الفترة اللي ربما الناس ما يشراضي عليها، نقول لهم اللي صار ثم إنجازات كبيرة، واللي يشوف الوضع الاقتصادي ودور الاتحاد حتى فيما يخص المفاوضات الاجتماعية وفيما يخص معناها تحسين المناخ الاستثماري في تونس كان دور مهم جدا. اليوم احنا مدعوين أيضا غدوة لدخول المؤتمر بجو توافقي مستوى عالي راقي ينسجم مع الإرادة اللي تمخذت في الفترة الأخيرة خاصة حول التوافق والمضي قدما فقط لمصلحة الاقتصاد التونسي عبر تحقيق مصلحة طبعا أصحاب المؤسسات وعمل المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة. نحب نأكد على نقطة، وأنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية منظمة تحتوي فعلا على طاقات كبيرة، على طاقات مهمة جدا. كل مكونات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مكونات معناها لها دور كبير، تحملت في الظروف الأخيرة، تحملت معناها مأساة وقاسات
وبقت واقفة رغم اللي كانت معناها الظروف صعبة للنشاط الاقتصادي، إذا ما نقولش مستحيلة، فماذا بين الناس كل تغير نظرتها، تشوف أنه أصحاب المؤسسات، أنه أعضاء الاتحاد، أنه مكونات الاتحاد ناس يخدموا في البلاد، ناس يحبوا مصلحة البلاد، ما همش بالصورة ربما اللي البعض كان يحب يسوقها ويسيء للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. سي حمادي، ذكرت بعض الكفاءات اللي ممكنها أنك تعطي الإضافة داخل الاتحاد اليوم، واللي ممكن تعطي أيضا دفع جديد وقوي داخل هذا الاتحاد، لكن عشيت هذا المؤتمر مثالش في هذه الكلمة الختام، نود نسألك في هذا السؤال، لأنه أكيد أنه نطرحه، عديد من رجال الأعمال اليوم ممنوعين من السفر، كيفاش تنظروا إلى وضعية هؤلاء في ظل العدالة، في إطار العدالة الانتقالية؟ الحقيقة أنه الحكومة ستدرس هذا الموضوع في أقرب أقرب وقت، وعندنا تعهدات، ونطمئن على ما صرحت به الحكومة أنه ستدرس هذا الموضوع في أقرب وقت. في الحقيقة ما عندناش ملفات هذه، باعتبار أن ما عنديش مسؤولية داخل الاتحاد، مانيش مساهم مباشرة في الاتحاد، ولكن سرعان ما نعود، وإن شاء الله نعود، سندرس هذا الموضوع بكل جوانبه. اسمح لي أقول، أنا بودي أقول لكل زملائي وزملاتي زميلاتي في الاتحاد، فلنطوي صفحة الماضي، فلننظر نظرة مستقبلية للاتحاد، فلتكون الفترة الجديدة فترة إنعاش، بداية إنعاش الاقتصادي، حياة جديدة للاقتصاد التونسي. ومهما كانت النتيجة غدوة، سنبقى نعمل من أجل الاتحاد، في الاتحاد، ومن أجل دعم الاتحاد ودعم الاقتصاد التونسي. شكرا لك. في بخص الممنوعين من السفر، نقطة فقط، لأنه الاتحاد عنده موقف واضح من الموضوع هذا. احنا بالنسبة لرجال الأعمال، احنا موجودين للدفاع عن رجال الأعمال، الاتحاد دوره أنه يدافع على رجال الأعمال، وهذا دور قائمين به، لأنه إذا ممنوع من السفر لأسباب ربما إجرامية أو أسباب فيها مخالفات قانونية، هذا الاتحاد ما عندوش دخل فيه، هذا أمر قضائي يتوليه القضاء. لكن رجال الأعمال اللي ممنوعين من السفر بظلم أو لمجرد شبهات أو لمجرد أقاويل أو لمجرد أشياء غير مبنية على أسس صحيحة، هذا يروا من دور الاتحاد أنه يدافع عليهم، وهذا قائم به الاتحاد، يدافع عليهم حتى كل واحد ياخذ حقه وما يكونش في مظلومين في رجال الأعمال. شكرا لكما، بالتوفيق لنجاح والمساهمة في هذا المؤتمر وفي نشاط هذا المؤتمر. شكرا لك السيد حمادي بن سدين، رئيس الأسبق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. شكرا لك أيضا سي علي بن مبارك، عضو الهيئة الانتقالية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، بارك الله فيكم، بالتوفيق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذا الفضاء الحر المباشر بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم من جديد في هذا الفضاء الحر المباشر، وسعيد باستقبال ضيف السيد البشير بوجداي، عضو الهيئة الانتقالية لمنظمة الأعراف ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيكا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. والسيد سليم غربان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الآلات الصناعية وعضو الهيئة الانتقالية لمنظمة الأعراف، مرحبا بك. بارك الله فيك، مرحبا بك. قدوة كما كنا نحكي مع سي حمادي وسي علي بن مبارك، يعني انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كيف تم الاستعداد لهذا المؤتمر اللي ينعقد غدوة سي بوجدي؟ الاستعداد بدأ من خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي اللي صادق على مشروع القانون الأساسي الجديد، واللي يمثل تقريبا قطيعة كليا، فضل وصف فضل، وعلى أساسه ينتظم المؤتمر العادي اللي باش يتناول التقرير الأدبي والتقرير المالي، وطبيعة الحال إبراء ذمة المكتب التنفيذي المتخلي، وانتخاب مكتب تنفيذي جديد يسهر على الاتحاد في المستقبل. واضح. سي سليم، كيفاش تقيم عمل الهيئة اللي تسلمت تسيير الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بعد الثورة، من بعد الثورة إلى يوم الناس هذا؟ بارك الله فيك سي فوزي، والله التقييم النتائج واضحة،
وصلنا اليوم إلى برنامج المؤسسة عام 2020 وإعادة النهوض بالنهوض بالاقتصاد التونسي وإعادة الثقة للمستثمرين التوانسة والأجانب تثمين دور المؤسسة. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، البرنامج هذا يحكي على تنظيم القطاعات. ثالث حاجة، يهدف إلى الدفاع عن المهن في إطار هذا الكل، يجي في إطار العقد الاجتماعي أظن اللي تم إمضاؤه يوم 14 جانفي بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية. يظهر لي هذا يكفي، وإيصالنا إلى المؤتمر هذا اللي وصلنا له اليوم اللي مش يصير يوم غد بعد المؤتمر الاستثنائي اللي صار يوم 18 ديسمبر اللي وقع فيه القطع نهائيا كما كان يقول سي بشير مع النظام القديم ومشينا في قانون أساسي جديد. يظهر لي هذا من أحسن النتائج اللي تكون موجودة في خلال هالسنتين هذوما اللي صارت بعد الثورة. واضح سي بشير، أكيد أنه كل إنسان قادم وداخل المؤتمر وللترشح لمؤتمر الأعراف منظمة الأعراف إلا أحضر برنامج. كنا نسمع منذ قليل البرنامج السيد حمادي بسدرين، نسمع برنامجك. وكان تسمع قبل كل شيء، إذا نرجع للهيئة هذه وقتاش تكونت، تكونت على أثر اجتماع المجلس الوطني اللي انعقد يوم 19 مارس 2011 وكان وقتها رئيس الاتحاد هو سي حمادي بن سدرين. وعلى أثر الاجتماع هذا تم قرار فتح أبواب الاتحاد لكل النوايا الحسنة، كانت صوفون لوتيكا ودورون هو لوتيكا، وعنا من حضور من الخيان هذكم اللي دخلوا وتكونت الهيئة هذه، هيئة الانتقال اللي تتكون من 25 شخص، 5 على المكتب التنفيذي السابق، 5 على الجامعات، 5 على الاتحادات الجهوية، و5 على الرنوفو دو لوتيكا، و5 على سوفون لوتيكا تقريبا. والهيئة هذه خدمة، والسي حمادي بن سدرين هو كان رئيس وسهر عليها إلى أن استقال من بعد، وهذيك حاجة تخصه هو بطبيعة الحال. وخلال نفس الاجتماع تم إقرار وبعث لجان مختصة، منهم لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الشؤون الاجتماعية، ولجان أخرى تنظيم أعداد المؤتمر، تنظيم الهياكل، إعادة الانتخابات اللي صارت قبل 14 شهر. لجان لجنتين الحقيقة قاموا بمجهود كبير وجبار، هما اللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية. اللجنة الاقتصادية هي اللي توصلت للبرنامج 2020 اللي هو شامل، واعتقد وصلتكم منه نسخه ونعتقد اللي الحكومات مهما كانت باش تاخذ منه الكثير والاحزاب في نفس الوقت، لانه البرنامج هذاك تناول كل جوانب التنميه الاقتصاديه، النمو الاجتماعي، النمو المحيط، التوازن بين الجهات، يعني كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني موجود. لجنة الشؤون الاجتماعية تلهات بشيئين، قبل كل شيء البرنامج الاجتماعي، ولكن في الأثناء جو المفاوضات الاجتماعية وهي اللي سهرت عليهم في عفوا يقولوا لي وانو عندك ممكن مشكلة في الصوت. نتواصل معكم أعزائي المشاهدين ومعذرة لضيوفي بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذا الفضاء الحر المباشر. نواصل معك والمعذرة للسادة المشاهدين وليك سي بشير. البرنامج هو ملخص في أفاق تونس 2020 اللي ساهموا في إنجازه كل طاقات الاتحاد، عديد الخبراء من داخل الاتحاد ومن خارج الاتحاد، وتعرض تقريبا لكل المسائل الاقتصادية. وحقيقة هو برنامج طموح للأمانة. نقول البرنامج هذا بديناه حتى على أساس هذاك ثينك تونيزيا اللي مشى 2016، ولكن تم دعمه والدخول في عديد الجزئيات، وكان برنامج ماهوش في العموميات. باش يحس اليوم رجل أعمال الفرق بين البرنامج الجديد هذايا والقديم اللي كان، شنو هو وجه اللي تغير، شنو اللي باش يتبدل؟ أول حاجة الكتيب اللي ما كانش موجود الآن موجود، وينص بصفة واضحة ودقيقة لكل التوجهات وللطرق اللي باش يقع اعتمادهم لإنجاز هذه التوجهات. ولذلك برنامج عملي ماهوش نظري فقط، عملي ومدقق واضح. نفس الوقت البرنامج الاجتماعي يعني فتحنا طريق، حطينا إطار نقاش وتفاوض
وتبادل آراء مستمر مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا بفضل التقارب والثقة اللي تبنت ما بيناتنا بعد الثورة. واعتقد هو أحسن شيء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة، تساهم فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، تساهم فيه الحكومة، واشترطنا واسمح لي الكلمة باش يكون الطرف نتاعنا المقابل مش فقط وزير الشؤون الاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للمفاوضات الاجتماعية، بل رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة بنفسه هو اللي سهر بحضور عديد الوزراء طبيعة الحال، وهو اللي أمضى الاتفاق هذا مع لخيان الكل. هكا باش نعطيه قيمة كبيرة لهالتوجه ولهالتوافق وعلى يعني لمعالجة كل ما من شأنه أن يطرأ على الساحة الاجتماعية. واضح سي سليم، حتى نقطع مع الماضي وما نرجعوش للممارسات القديمة اللي عانى منها جل كل ما في حاجة انتخابات إلا وعانينا منها. اليوم كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يقطع مع سلبيات الماضي؟ أول شيء لو كان نشوفه القانون الأساسي اللي وقع انتخاب انتخابه يوم 18 ديسمبر شو يقول؟ يقول اللي كونه المكتب التنفيذي ما عادش فيه 21 عضو برك، فيه 21 عضو وخمسة من خمسة أعضاء من الجهات وخمسة أعضاء من الجامعات. هذا شو معناته؟ هذا يدل اللي كونه كل شخص موجود في جهة ولا في قطاع ولا أي يمكن توصيل صوته للاتحاد لهذا المكتب التنفيذي عن طريق يا الجهات يعني عن طريق النواب متاع الجهات وإلا عن طريق القطاعات بنفسها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بربي نحب نزيد حاجة على سي بشير في البرنامج. أنت قلت مش برنامج، قلت كيفاش تقع ثقة رجل الأعمال. مش نقول لك حاجة سهلة ياسر، لما وقع عرض خريطة الطريق وبرنامج عمل باقتراح من هيئة تحديث الاتحاد هذه في شهر أبريل 2011 والذي وقع المصادقة عليه من طرف الهيئة الوطنية للانتقال ليرجع الثقة لرجال الأعمال، صب النسق على الرئيس اللي كان موجود وقتها اللي هو سي حمادي بن سدري وخير الانسحاب، واللي تحمل عبء هذا العمل مدة 18 شهر هي الأخت وداد بوشماوي والفريق اللي كان معاها. مجابها هو مجابها لا سمحني سيدي لا 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 مستحيل. هذا مش لما وقع مصادقة خريطة الطريق والبرنامج اللي كان يحكي عليه سي بشير بوجلي صب شيء على رئيس الاتحاد في وقتها، واللي تحمل العبء واللي جاء هو الأخت وداد بوشماوي مع الفريق اللي كان اللي معها الكل. فهذه التصحيح باش نكون واضحين، معناتها يزم رجاع الحق لذي حقه. هذا هو فيظهر لي اذا كان فما فريق شاب وفريق له كفاءات عاليه كما قاعدين نشوفوا فيه متوه هذايا وفريق يحمل تطلعات وامال رجال ونساء الاعمال، يظهر لي هذه ثقه كبيره ياسر تخلي اللي موجود في الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه يكون مطمئن على مستقبل هذه المنظمه. وبالفعل في نفس الإطار نحب نقول لسي سي بشير بوجدي، باش تتوجه اليوم الرجل الأعمال التونسي اللي يستنى في المؤتمر والمؤتمرين اللي باش يقوموا بدورهم بانتخاب الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية لهذه المنظمة العريقة، باش تقول لهم من هذا المنبر؟ كسمحت بأجيال قبل. تفضل لك الحرية التامة، تفضل سي بشير. حكينا على الاجتماع الهام تاع المجلس الوطني تاع 19 مارس 2011 واللي هو مثل انطلاقة وبرنامج عمل، واللي على أثره كما قلنا سي حمادي تولى هو الرئاسة ومن بعد انسحب لأسباب تخصه، وتم اختيار الأخت وداد بوشماوي وهي اللي واصلت العمل. وحقيقة فاجأتنا ولأول مرة امرأة رئيسة منظمة الأعراف، يعني امرأة وحقيقة كنا نسموها بالفرنسوية اسمح لي كلمة أنفا مش أنفا، لأنها عبرت على مقدرة بالضبط. وخاصة ما ننساوش اللي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مر بفترة صعيبة ياسر، وقت اللي الاتحاد العام التونسي للشغل فرض وجوده وجيت بحدك حتى مرتين لهنا وشفناه كيفاش فرض وجوده حتى مع سي عبيد البريكي، وكانوا حتى يساهموا وينتقدوا تسمية رئيس الوزراء. وقتها الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية كان مهمش
واللي هبط على رجال الأعمال وفقدان الثقة وتوجيه أصابع الاتهام، كل هذا كان صعيب. الأخت وداد تمكنت في الفترة هذه أقبل كل شيء من إرجاع الثقة لرجال الأعمال، من إرجاع الثقة مع الحكومة، من إرجاع الثقة مع الاتحاد التونسي للشغل، من الأعمال هذه اللي قلناها، وهذا ماهوش بالشيء السهل. حاجة ثانية، الانتخابات اللي وقعت قبل 14 جانفي 2011 تمت إعادتها بالكامل. يعني اليوم اللي تم انتخابهم حوالي 2300 مؤتمر كلهم منتخبين من القاعدة، الاتحادات المحلية، الجهوية، الوطنية، كما صفاقس، كلهم كما صفاقس، إلا رغم اللي المشاكل واللي مخلوقة، ولكن رجعت وحتى تعمل المؤتمر في أحسن الظروف وأفضلها. والسيد اللي دخلها بعضها شوية جانا من قبل وقال حتى باش تحل الرواح ورجعت لبعضها، والحمد لله. الحمد لله. والحمد لله. يعني وهذا كان مثال حقيقة يشهد به التاريخ. علاش خذيته مثالا يحتذى به؟ هذا علاش حقيقة الأخت وداد قامت بمجهود، نتمنى لها التوفيق والنجاح. إذا تنجح نعمل معها كيف ما عملنا الآن، بكل سرور، بكل فخر، بكل اعتزاز، وبكل مسؤولية. وإذا كان ما يحفظهاش الحظ ويجي على سبيل المثال مع سي حمادي نخدمه معاه زاد، لأن احنا قبل كل شيء راهو ما نخدموش في الأشخاص. حاجة ثانية ممكن نلزم نلح عليها، وكيفاش القطعة مع الماضي؟ النظام الأساسي الجديد ما خلاش نفس المسؤوليات بالنسبة لرئيس الاتحاد، بالنسبة للمكتب التنفيذي وزع المسؤوليات وضمن تمثيلية قطاعية متكاملة وكاملة شاملة، وضمن تمثيلية جهوية زاد نفس الشيء. ناهيك وأن 24 اتحاد جهوي تم تجديدهم بالكامل، وفما حتى اللي في آخر الوقت ولا يحاول باش يخلق غرفة، وممكن هذا المشكل الأساسي لصفاقس، يخلق غرفة جديدة باش يتمكن باش يدخل الاتحاد بعد اللي كانوا ناس هاربين منه. اليوم اللي نحبوه البرنامج، قبل كل شيء البرنامج ماهوش ما عندناش قوائم، البرنامج الكامل موجود كما قلت لك في الكتيب وفي العقد الاجتماعي وفي المفاوضات وفي العلاقات مع الأطراف الاجتماعية والحكومية والكل. أما العمل اللي نحبذوه واللي ماذا بينا نوصلوله هو اللي نشركوا كل رجال الأعمال. الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مفتوح لكل رجال الأعمال بدون إقصاء. نهيك وأن اللي ممكن يتقدموا المكتب التنفيذي يكفيهم المرة هذه باش يكونوا مؤتمرين، معناها دفعوا الاشتراك متاعهم اشتراك بسيط لسنة 2011، شرط بسيط وفي متناول الجميع. نحينا الإقصاء اللي مملول كنا فيه مستوى، فيه خبرة، فيه أقدمية، الكل انشاء على روحه، وحلينا البيبان للناس الكل. وإن شاء الله اللي بيش يخرج المكتب التنفيذي اللي بيش يخرج غدوة هو اللي بيش يختار الرئيس متاعه، لأنه الرئيس ما هوش بيش يقع انتخابه مباشرة للمؤتمرين، يقع انتخاب 31. ولهنا زاد ملاحظة ممكن زميلي ما تعرض لهاش، ما عطاهاش القيمة اللي تلزمها وتسمحني، خاطر غرفة جديدة هو ديجا. لا مش غرفة جديدة، لا ولكن الفكرة شاركت فيها بصفة مباشرة. علاش فتحنا الباب الخمسة نواب عن الجامعات والخمسة نواب على الاتحاد الجهوية؟ لأن يعني كان قلنا المكتب التنفيذي كان يعمل في قمة، صحيح، ان بونبون دو فير في سيركل ضيق وحده منفصل على القاعده، قربناه للقاعده بدخول ممثلين عن الجامعات وبدخول ممثلين عن الاتحادات الجهويه، فما يقع تواصل، يقع ترابط، يقع تمثيل، تقع علاقه. وما ننساوش رغم الاشكاليات اللي وقعت بعد الثوره البلاد ما نقصهاش حتى شيء، حتى وقت الكوفر فو الخميره وصلت للخبازه داخل كل الجمهوريه، وهذا ماهوش بالعمل السهل حقيقة. كانوا مجهودات كبيرة وتضحيات، والأخيان مشكورين وما همش طالبين مقابل. حتى الأخيان اللي قاموا بالعمل هذا كان حتى ما يتعدوش في المكتب التنفيذي بصفتهم حاليا متحملين لمسؤولية ومنتخبين كرئيس جامعة أو رئيس غرفة أو رئيس اتحاد جهوي باش يواصلوا العمل مع الفريق مهما يكون لونه. واضح. الناس مش يعرفوا شعار المؤتمر بالنسبة للغدوة. موجود
تقريبا هو شعار مؤتمر كمؤتمر الحقيقة ممكن صعيبة شوية، أما الشعار اللي اعتمدناه خاصة في لجنة اللجنة الاقتصادية pour plus de productivité, plus de stabilité, plus d'emploi. مؤسسة مواطنة بالضبط، مؤسسة مواطنة بالضبط، هذا هو. pour une entreprise citoyenne بطبيعة الحال، واضح تقريبا هذا هو. سي سليم، بالنسبة لرجال الأعمال الممنوعين من السفر. نعم. توا كما قال وللبعض منهم ممكن يكون من المؤتمرين، ما نعرفش لا فما فما لا لا فما 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 هو وقع حل برشا برشا مشاكل نتاع هذوما رجال الاعمال، فما قاعدة ثلة نتاع حوالي 60 يظهر لي ولا هو كنت اسمع كلمتين تفضل. هو العدد اللي كانوا يقدموا هنا 2000 في وقت ما نزل 400 من بعد مع في اجتماع مع رئيس الحكومة مجموعة وزراء مجموعة كبيرة منهم وزير العدل كان صرحنا اللي هما في حدود 70 وكانوا عدنا باش يعطينا في القائمة نتاعهم لأن زاد هذه نشكوا فيها احنا إذا كان باش تحط لنا طرابلسية ضمن الأعمال هذوما وتحسبهم رجال أعمال يظهر لي مش هذوكم اللي نتفاهموا فيهم احنا نتكلموا على رجال الأعمال اللي منضبطين اللي ينشطوا في نطاق القانون في إطار القانون اللي يحترموا يؤديوا ما عليهم ويطالبوا بما لهم هذا هذوم رجال الاعمال اما اذا كان باش نقولوا الناس الكل يحب ذلك كان يعطيوه لنا والموقف نتاع الاتحاد قالته الاخت وداد في عديد المرات وقلناه هذا هو احترام القضاء قضاء فوق الناس الكل فما حتى اشكال اللي عنده مشكل اداري والا جبائي والا جمركي والا اي شيء يحلو اللي عنده اللي عنده تجاوزات وممكن حتى قضيه جزائيه يحب ذلك كان يقع النظر فيها في اسرع الاوقات ويتمكنوا الناس هذم من التحرك لأنه مش معقول باش رجل أعمال قاعد في تونس وما يتصلش بالحرفاء متاعه وبالمزودين متاعه وما يخليش الثقة بينه وما بين الأطراف اللي يتعامل معها أحسن طريقة هو تخليه يشتغل تحل ويديه المؤسسة متاعه موجودة هو وقت اللي يشتغل باش يقع باش يتسبب في النمو متاع المؤسسة وباش حتى نهار آخر إذا كان باش تحكم عليه بحاجات وباش يسددها يلقى منين يسددها أما إذا كان تخليه لهنا ما يتحركش وتنزل عليه بطريقة ولا بأخرى المؤسسة نتاعه ممكن تولي مهدب الاضمحلال مواطن الشغل نفس الشيء والثقة نتاعنا مع الأطراف والناس اللي نتعاملوا معهم تمست ياسر تمست محليا وتمست خارجيا خاصة ناهيك وأنا عديد المزودين نتاعنا تو يطالبونا باش ندفعوا لهم نقدا ومباشرة قبل أن نتسلم نرفع البضاعة ولا هما يبعثونا البضاعة وهذا يتطلب رجع ثقة في أقرب الأوقات. سي سليم باش نختم معك بماذا تتوجه إلى رجل الأعمال غدوة اللي متجه إلى مقر المنظمة منظمة الأعراف للقيام بواجبه الانتخابي في هذه المنظمة؟ والله أول شيء اللي نحب نتوجه به لرجل الأعمال هذا هو اختيار الفريق هو رجل الأعمال والصناعي والحرفي نعم هذا كله معناتها هذا هو البرنامج باش يكونوا واضحين معناتها وقع لما سمعت الأخوان يتكلموا على البرنامج نتاعهم هما خذوا جزء بركة بالبرنامج يحكيوا على قطع ولكن البرنامج اللي موجود عند اللي موجود عملناه في 2020 هو متكامل ويمس كل القطاعات ليه 2020 نعم 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 ليه 2020 يمس كل القطاعات وكل يمس كل فئات أصحاب الأعمال ما نقولوش رجال الأعمال أصحاب الأعمال يعني من حرفيين إلى معنا على مدة زمنية من 2013 على 7 سنوات بالضبط هذا هو هذا هو هذا هو الشيء معناتها ما فماش يبدو عندي جهة يسار ولا جهة يمين هذه للمنظومية الكل اللي موجودة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية فنتوجه بالرجل الأعمال ولا صاحب الأعمال غدوة مش يحكم العقل ويختار الفريق اللي يجم يلبي له طموحاته واللي يكون عنده برنامج متكامل اللي فريق اللي يجم يحدث مواطن الشغل في الجهات المحرومة اللي وغيرها في كامل التراب التونسي والفريق له خطة وبرنامج واضح هذا هو هذا هو هذا هو النداء اللي نقوم به لأصحاب الأعمال غدوة في هذا المؤتمر سي بشير نتوجه للخيان نقول لهم حاجة بسيطة ياسر نقول لهم إذا كان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية قعد في هالمستوى هذا وقدر باش يتجاوز تقريبا هو والاتحاد العام التونسي للشغل فقط ما بين الاتحادات الاخرى للاسف هذا على العلم المنظمه ما تسيستش وهذا باش نجيوها تويك هذا تو باش نجيو
قعدنا قبل كل شيء على خطر الركائز بتاعه كانت صحيحة، على خطر عنده إطارات كفأة، ونتوجه لها بالشكر للعمل الجبار اللي قاعدة قايمة به، رغم اللي فما ممكن توجهات، فما حتى إشكال تو هذا باش تساند زيد أو عمر، ما من حقك نجمو نتخالفوا في الرأي أما الاتحاد الهيكل بتاعه صحيحة، والاتحاد ولو حتى كان خذوا عليه صبغة ولا صورة اللي هو مسيس، ما كانش متسيس بصفة مباشرة، فما أناس قبل ما كانش متسيس قبل الثورة، حتى قبل ما كانش متسيس للأسف، قبل الثورة ما كانش متسيس الاتحاد كاتحاد، ما كانش متسيس، كانوا فما علاقات صحيحة نعرفوهم مش لازم باش نقولوهم، لكن ما نصرحوش بيهم، وكان حتى التوجه السياسي في عديد الأوقات مفروض على رجال الأعمال، المساهمات في الصناديق مفروض على رجال الأعمال. كان متسيس ولا كان التسيس مفروض؟ مفروض. ما كانش موجود وكان التسيس مفروض. شوف فما عديد ناس اللي حقيقة يلقوا روحهم مجبورين باش يرفعوا. واضح. المفيد اليوم مش متسيس. صرحناها اليوم مش متسيس بصفة واضحة اللي أبوليتيك. ولا. ما عندناش حتى توجه سياسي. تو ايش نقول لرجال الأعمال؟ قلت لهم اللي الاتحاد الهيكل نتاعه صحيحة وموجودة بإطاراتها بالكل. أما الاتحاد على استعداد وباش يقوم بالعمل نتاعه اللي تطلبوه منه أكثر. لكن حاجتوا بكم باش تجيو أنتم تخدموا. لكن الاتحاد من غير رجال الأعمال ماهوش باش يشتغل، ماهيش إدارة عادية باش تعطي طابع ولا باش تبيع تمبري، لا. كل عمل قبل كل شيء الهيئات فما تمثيلية يا حبذا أصحاب الحرف رجال الأعمال، كل ما عنده طلب هو بيدو يتقدم للهيكل اللي معاه، غرفة محلية، غرفة وطنية، غرفة جهوية، جامعة، اتحاد جهوي، مكتب تنفيذي، يتقدم ويخدم معاهم ويطالب ويتابع. واعتقد هذيك الطريقة المثلى اللي باش نوصلوا بها ونحلوا المشاكل البسيطة، لأنه اللي صاير إلى حد الآن، والأخت بوشماوي كانت تقلقت ياسر، فيه مشكل في قطاع السيارات تاكسي، هي يلزمها تحلوا، هي الأولى، إذا ما تقبلهمش وما تحكيش معاهم، فيه بالنسبة للقهاوي نفس الشيء، يعني يولي عمل جبار بالنسبة للعمل التسيير اليومي. هذا بالنسبة للمكتب التنفيذي والتوسيع هذا نتاعه من 21 ولا من 19 إلى 31، هو تكوين خلايا ضمن المكتب التنفيذي تتبنى المشاكل القطاعية مع الساهرين على القطاع، رؤساء جامعات وإلا رؤساء غرف، وتحلهم وتقع فيها رجوع للمكتب التنفيذي إن ألزم، لكن ما نحبوش زاد الأخيان يقعدوا يستناوا، ما عمل لي حتى شيء، اطلب وتابع وتعرف شكون اللي نجم يحلك المشكلة متاعك وكيفاش، وممكن يسر أنت بيدك تولي بش من 19 31 يظهر المشاكل باش تتحل اكثر لانه معقول. فما فريق معقول. فيه عندي رئيس اتحاد جهوي مش لازم عاونته ياسر على خطر تعرض للمظلمه، رئيس اتحاد جهوي نتاع سيدي بوزي يعني مسالش تعرض للمظلمه، طلع هو تو رئيسه، ما كانش اتحاد جهوي، كان صناعي وعمل مصنع في سيدي بوزيد، وبالثوره وقفوه له لاسباب غريبه، الان تخل هو وحل مشاكل، هو بيدو يولي ناشط في الاتحاد كمسير. شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لاشغال المؤتمر غدوه، ان شاء الله موفقين الناس الكل، واللي هو المؤتمر هذايا والاتحاد، اتحاد منظمه الاعراف، هو مكسب وطني للتوانسه الكل مش حتى لرجال الاعمال الكل، بما انه دافع للاستثمار اذا كان يوجد ويلقى الصناعي والحرفي ورجل الاعمال المؤسسه اللي تحيط به على جميع الاصعده وتعاونوا وتمدوا يد المساعده، فانه يستثمر ويعطي هالبلاد اللي اعطته وما زالت تعطي هالبلاد المعطاء. شكرا لك السيد بشير بوجدي، عضو الهيئه الانتقاليه لمنظمه الاعراف ورئيس الجامعه الوطنيه للميكانيك. شكرا. حظ سعيد ان شاء الله. شكرا لك ايضا السيد سليم غربال، رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الات الصناعيه، صناعي بالاساس وعضو الهيئه الانتقاليه لمنظمه الاعراف، بالتوفيق ان شاء الله في اشغال المؤتمر غدا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على متابعتكم لفضاء الحر لهذه الليله، متابعه طيبه لبقيه برامج قناه حنبعل، الى ان نلتقي لكم منا اجمل التحيات وتصبحون على خير.